نعود من جديد للملف الإيراني، وينضم إلينا الأستاذ محمد المدحجي المختص في الشأن الإيراني الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن. أرحب بك من جديد أستاذ محمد، وكنت أسألك قبل قليل عن دعوة الخارجية الأمريكية لحلفائها لإيقاف استيراد النفط من إيران. نعم، كما أشرنا قبل قليل أن الولايات المتحدة لن توقف ضغطها على الاتصال الإيراني، خاصة بعدما تبين أن إيران بدأت تتجه إلى الصين بعد اجتماع أعضاء منظمة شانغهاي، يعني قمة شانغهاي في بكين قبل أقل من أسبوعين، وعرض إيران على الصين شراكة استراتيجية بدلا من الاتفاق النووي وبدلا من العلاقة مع الغرب. وهذا ما سيعرض إيران بشكل أكبر إلى ضغوط أمريكية لإرغامها على جلوس على طاولة مفاوضات وعقد صفقة جديدة. لكنه هناك إشكاليات في إمكانية عقد صفقة جديدة بين إيران والولايات المتحدة تتعلق بالمطالب الأمريكية من إيران الـ12. وإذا إيران نفذت هذه المطالب، يعني ذلك إنهاء شيء اسمه الجمهورية الإسلامية من الأساس، والولايات المتحدة تريد إنهاء كل الدور التي تلعبه الجمهورية الإسلامية داخل إيران وخارجها بشكل كامل. ومن المؤكد أنه النظام الإيراني لن يقبل بهذه الشروط كلها، وعلما أنه تم تسريب قبل أقل من أسبوع عن مفاوضات سرية بين وفد إيراني ذهب إلى واشنطن مع الخارجية الأمريكية، ولم تفلح تلك المفاوضات السرية على المطالب الأمريكية من إيران. وبالمقابل إيران طرحت 15. أستاذ محمد، إلى أي مدى تظن أن هذه الضغوطات الخارجية ستنعكس على الوضع في الداخل في ظل تواصل المظاهرات؟ يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار المحاولات الأمريكية لتغيير النظام وبالأحرى إسقاط النظام الإيراني، قبل ما يقارب 3 أشهر الولايات المتحدة اقترحت على باكستان إنشاء غرفة مماثلة لغرفة موك في الأردن، يتم إنشاؤها في باكستان لدعم الاحتجاجات والمعارضة في إيران، لكنه باكستان رفضت ذلك المقترح الأمريكي. والآن الولايات المتحدة تبحث عن بلد بديل يحتضن هذه الغرفة لدعم المعارضة في إيران بشتى أشكالها، معارضة الشعوب غير الفارسية والمعارضة الفارسية أيضا. فالتأزيم الداخلي متجه إلى التصعيد بسبب السياسة الأمريكية الجديدة، وأيضا الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم بشكل أكبر مما هو حتى عليه حتى اللحظة، الذي بلغ مستوى يعني انخفاض السعر العملة الإيرانية إلى مستويات تاريخية، بحيث أصبحت العملة الإيرانية أرخص عملة عالميا، حتى أرخص من عملة إندونيسيا التي كانت في أسفل الجدول. بالحديث عن الجانب الاقتصادي وتأثر إيران من هذه الضغوطات الأمريكية، كيف تقرأ الموقف الهندي والشركات النفطية التي أعلنت أنها تخفض أو في طريقها إلى وقف وارداتها النفطية من إيران؟ يعني خلينا ناخذ بعين الاعتبار لماذا الهند، السؤال هو لماذا الهند. يعني الان مع ما الهند هي سياستها قريبه من واشنطن، لانه هناك استثمارات للشركات الامريكيه في مصفات هنديه، عده مصانع لتكرير النفط في الهند، وهذه الشركات الامريكيه ستتضرر بفعل العقوبات الامريكيه. لهذا السبب هناك نسمع عن مقاومه لشراء مواصلة شراء النفط من إيران، والسبب هو الشركات الأمريكية التي استثمرت في مصانع تكرير النفط في الهند. لكنه يبدو تم حلحلة هذه المشكلة من خلال استبدال النفط الخليجي تحديدا السعودي للهند، بديلا يكون بديلا للنفط الإيراني لهذه المصفات، وسيتم وقف استيراد النفط من قبل النفط من إيران خلال الأشهر القليلة القادمة. نعم، كانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي صرحت بأن إيران وصفتها بأنها كوريا الشمالية جديدة وسيتواصل الضغط عليها،
كيف تقرأ مثل هذا التصريح، وما هو الدور الأمريكي في السماح بمثل هذا التوسع الإقليمي؟ يعني طبعا الولايات المتحدة كان لها دورا محوريا في تقديم العراق على طبق من ذهب وإسقاط طالبان في شرق إيران في أفغانستان لإطلاق يد إيران للتوسع في المنطقة، لكنه تغيرت الأمور بعد الإدارة الأمريكية، ولا يمكن تطبيق نموذج كوريا الشمالية على إيران، لأنه أولا لا توجد العقلانية التي لدى زعماء كوريا الشمالية لدى إيران أولا، والاستغلالية التي تتمتع بها كوريا الشمالية أيضا لا توجد لدى إيران. النظام الإيراني هو مكون من أجنحة تمثل قوى عظمى أخرى كبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، وهذه الأجنحة تتصارع مع بعضها البعض وسط الصراعات بين هذه القوى العظمى، لكن لا توجد هذه الحالة في كوريا الشمالية. فالأزمة في إيران ستتفاقم بشكل كبير داخليا، وستنكفئ إيران مما أكثر مما هو الحال عليه بشكل أكبر. أشكرك. يعني أشكرك جزيل الشكر. الولايات المتحدة لن تستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران. شكرا جزيلا لك محمد المدحجي المختص في الشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.